مثل ما احنا حرصنا على ابنائنا في الدراسة ومتابعتهم وحضورهم وتميزهم وتفوقهم، ايضا في هذا الشهر الفضيل نسأل ابنائنا: هاي يبا كم قريت من الاجزاء؟ هاي يبا رحت صلاة الفجر؟ صليت كل فروضك في المسجد؟ هاي بنتي عسى اتصلتي في خالتك في عمتك، تواصلتي مع ارحامك؟ شهر الخير، شهر الاحسان، خلي يكون اجتماعنا اجتماع على خير، الأسرة كلها في شهر الخير، ورمضان خطوة.